صباح الخير مشاهدي ان تي ان، مشاهدي ناي لايف، حلقه جديده من نهارك سعيد لمده ساعتين على الهواء مباشره. اكيد هنتابع فيها الاحداث اللي بتحصل وبتشغل الراي العام المصري. هنكون معاكم النهارده انا ومايو فادي. نهاركم سعيد. صباح الخير يا عايده. صباح الخير فادي. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. لسه اسبوع مليان بالاحداث، احداث على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي كله، وزي ما بيقولوا على مستوى دول الربيع العربي. من الاحداث المهمه جدا كلنا تابعناها الاسبوع اللي فات هي الانتخابات اللي في تونس، الانتخابات اللي من دورها اختيار المجلس التاسيسي، وهي اول خطوه المفروض تقوم بيها اي دوله غالبا بعد الثورات. كان في كاتب صحفي موجود هناك، كريم يحيى. كريم هيحكي لنا على كل تفاصيل الانتخابات في تونس كانت ماشيه ازاي. صباح الخير مشاهدينا، حلقه الحد 30/10/2011، بدايه اسبوع جديد يا رب تعود بالخير على الناس كلها ويبقى اسبوع سعيد. كل سنه وانتم طيبين. الاسبوع اللي جاي عيد الاضحى المبارك، يا رب الامه الاسلاميه كلها تبقى بخير وصحه وسعاده. عندنا فقرات كثيره، منها الفقره طبعا بتاعت انتخابات تونس، هنعرف عنها تفاصيل مهمه، لكن هيكون معانا كمان فقره عن جمعيه الفن للتنميه ودورها في تاهيل الفنانين واعطائهم المهارات اللازمه لان هم يخدموا مجتمعهم. بالمناسبه الجمعيه عملت اعلانات توعيه كثيره تخص حقوق المراه والطفل. هيكون معانا فقره مميزه مع استاذه منى الصرفي المدير التنفيذي لجمعيه الفن للتنميه. هي فكره استخدام الفنون بشكل عام للتنميه وسيله سهله وبسيطه والناس كلها بتقدر تستوعبها. يعني دايما لو بتقولي ارشادات بشكل فيه رسم او للاطفال بشكل فيه كرتون او بصوره موسيقيه، فدايما المسج او الرساله اللي انت عايزه توصليها بتوصل اسهل. فالبروجكت دي غالبا دور رئيسي للفن عموما يا عايده، انه الفن مش مجرد للجمال بس، انه لو نقدر نوصل منه حاجه، لو نقدر نعلم منه، لو نقدر نرتقي بقيم الناس وذوقهم واخلاقهم، ده هدف اساسي من اهداف الفن. اكيد الشارع المصري ومعظم البيوت بتتابع التلفزيونات وبتتابع الانترنت وبنتابع كلنا حاله تعذيب اللي سمعنا عنها اللي ليها علاقه بحسام بعصام عطله. النهارده هيكون عندنا فقره هنتكلم فيها عن التعذيب داخل السجون والاقسام، نعرف تفاصيل اكتر ونحاول كمان نوصل لاخر التطورات اللي ليها علاقه بالقضيه دي. بعتقد النهارده هيبقى في مؤتمر صحفي كمان في نتيجه لجنه تقصي الحقائق اللي ليها علاقه اللي اتعملت علشان الواقعه دي تحديدا. خلينا نعرف تفاصيل من ضيوفنا اللي بينورونا النهارده. هيكون معانا دكتور ايهاب يوسف الخبير الامني، وهيكون كمان معانا منى سيف وهي من مجموعه لال المحاكمات المدنيه العسكريه للمدنيين. فقره بعتقد انها تهم ناس كتير هتكون معانا النهارده في اخر الحلقه. اكيد كلنا عايزين نعرف الاخبار وكلنا عايزين نعرف بقى لجان تقصي الحقائق عموما الفتره اللي فاتت عملت ايه والنتائج كل الاحداث اللي بدات فيها كانت ايه. اول فقره معانا كالعاده فقره الصحافه مع الصحفيه اميره عويضه، الكاتبه الصحفيه بجريده الاهرام. بس بعد الفاصل.